والركوع اليوم كيفاش يمشي وراجعوا، وكيقول لي لا والقرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها وخصك تراجع ودير إلى آخره. طيب شنو هي الصورة اللي غنعطي أنا لذاك الوليد فيما يتعلق بالقرآن الكريم، وأنا تنورك عليه باش يحفظ ويدير ويطلع ويهبط، وأنا في نفس الوقت كيشوفني كيفاش أنا كنتعامل مع القرآن. في أحسن الأحوال كنجبد المصحف، وإلا راه ولينا كنقراو في الأجهزة الإلكترونية وهذا طرح إشكال. واش التلاوة في تلاوة القرآن من الأجهزة الإلكترونية هل هذا ممنوع؟ لا ليس بممنوع. هل هذا ينقص الأجر؟ لا لا ينقص الأجر. أنا كندوي على الصورة التي تنقدح في ذهن الولد. أنت جالس شاد تليفونك كتقرأ فيه القرآن في الصالة، والزوجة عندك أنت عيطات لولدك، ولدكم عيطات ليه، قالت لي أجي الأب ديالك أش تيدير؟ حيت بغات تسولك على شي حاجة ولكن مبغاتش تبرزتك. قالت لي الأب ديالك أش تيدير؟ شغي يقول لها الدري، الدري ما شافش أش كاين في الشاشة. أقول لها راشد جاوب واش صغير كما قال سواد نوضو خايا يمشيو بحالتنا. شاد تليفون قر بها، أنا بغيتك تخرج من فمك باش تعرف راسك اش كدير، بغيتك تقر. أقول لها شاد التليفون. طيب بالنسبة للوليد الصغير شنو الفرق وانت شاد التليفون ما بين انت كتقرا القرآن ولا كتهرس في الفانيدات ديال كاندي كرانش، ولا كتعيط لصاحبك تتهضر معاه، ولا تطل الفيسبوك اش طاري فيه؟ بالنسبه للدري الامر سيان فحال فحال. فإلا بغينا حنا وليداتنا ابتداء بغينا وليداتنا يكملوا في هذا المشوار الطيب، والله العظيم وددت لو كانت المساله يعني متاحه ومباحه، لكن شرع الله عز وجل فوق الجميع، لو كانت المساله متاحه ومباحه لقبلت يدي الجميع. اللي عنده شي وليدات حاطهم في الخط ديال القرآن الكريم والله العظيم الا يستاهل نمشي نبوس ليه يدي ونبوس ليه ترجلي. لان في الزمن اللي حنا فيه وتلقى الوالدين مازال حريصين على وليداتهم يديهم القرآن الكريم، راه ما عاد لنا صرح ندافع عنه الا كلام الله عز وجل. لان الاصوات التي صارت ترتفع الان انتم راه كتسمعوا هذا الشيء، راه ما بعيدش عليكم، راه النار ما طالت، انتم مخشين في الاخبار كتشوفوا واش طاري. الاصوات التي صارت ترتفع راه جميع المعالم ديال الدين بغات تكرطها من التحت. واللي غيبقى محافظ لينا على وليداتنا انهم يبقاو ضابطين المفاهيم، ويبقاو ضابطين الاشياء، ويبقاو ضابطين الامور اللي دايره بهم، ويبقاو غاديين شادين الخط عن سيدي ربي لا يختلفون عنه يمنه ولا يسرى، هو كلام الله عز وجل فقط. سيدي ربي هو اللي غيحط ليه ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. من اللي غايقول لك لا، حيجي واحد يقول لي لا راه ما سميتوش الزنا، راه سميتو من العلاقات الرضائيه، غيجاوبوا القران غيقول لي ان هي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه. القران هو الذي يضبط هذا في قلوب اولادنا وفي اذهانهم. لا يجي واحد يقول لك حق قال لا ماشي اشكال نلحق ابن الزنا بابيه وديك الساعه يصرف عليه تيكبر، بمعنى انك تقول لعباد الله اللي عندهم الفلوس ازنوا وليكن لكم حمل من الحرام ولا اشكال ما دام عندكم الامكانيه انكم تصرفوا عليه. وغينوضوا غوتوا المزاليط، احنا ما عندناش فلوس باش نصرفوا عليه، اقول سنفتح لكم بعد قليل اصبروا، سنفتح لكم باب الاجهاض. طيب عن اي مجتمع نتحدث؟ واش نتحدث عن المجتمع الذي كان القران مستقرا فيه منذ عهد الفتح الاسلامي هذه 12 قرن؟ واش كندعو على مجتمع الذي يدين معظمه لله عز وجل بدين الإسلام؟ راه كانت مجتمعات تدين كلها لله بدين الإسلام، من اللي كان التفريط في القرآن الكريم صارت المجتمعات كلها الآن متفسخة. وكانوا ناس هاجروا على قبل لقمة العيش في أواسط القرن التاسع عشر، وهاجروا من الشام ومشاو لأمريكا اللاتينية، منهم اللي جلس في البرازيل ومنهم اللي جلس في الأرجنتين، عمومهم كانوا ما بين البرازيل والأرجنتين والشيلي، عمومهم كانوا في ثلاثة ديال الدول. أحفادهم الآن إما ملاحدة إما نصارى، علما أنهم هم كانوا مسلمين وكان عدد منهم من المصلين، لكن لم يكن هناك اهتمام بمد شعلة القرآن الكريم عبر الأجيال. كان التفريط في كلام الله عز وجل، وإنما ساد المسلمون في الصدر الأول للإسلام إنما سادوا بكلام الله عز وجل.